البيع والشراء في المسجد لا يجوز. من رأيتموه يبتاع في المسجد أو يشتري فقول لا أربح الله تجارتك. لا يجوز البيع والشراء في المسجد. بالنسبة للمعتكفين طيب شلون يأكلون؟ يقول لك يعني الحين المعتكف لازم وجبة؟ مو لازم وجبة. يعني الآن المعتكفون مو لازم وجبات هذه. يعني أول شيء إما أهله يجيبون له الطعام. إذا بوجبات ممكن يتفق مع المطعم قبل أن يدخل الاعتكاف، كل يوم تجيبون لي الوجبة الفلانية ودفع قبل ما يدش المعتكف حتى ما يتم البيع والشراء في المسجد. ممكن يصير أن يكلم أهله اطلبوا لي كذا أو ربعه اطلبوا لي كذا خلي يجيب لي إياه في المسجد، أو اطلبوا لي كذا وجيبوه أنتوا لي في المسجد. المهم لا يمارس هو قضية البيع والشراء وهو داخل المسجد. لا يجوز، لا يجوز البيع والشراء في المسجد. فلا يطلب ولا لكن يحاسب. ممكن هذا يصير كالدين مثلا، يقول حق أهله اطلبوا لي كذا، لما يجي يجيب له الطلب يعطيه فلوسه ماكو مشكلة، يعني ما في أي مشكلة في هذه، لأن هذا دين سلمه له. لكن البيع والشراء في المسجد طلب البيع وهذا هذا لا يصلح أبدا في المسجد، وإنما يكون من غيره. وحتى يا ريت أهله هم اللي يدفعون، يعني حتى لا تكون بالمعاطاة مثلا. فالشاهد أن المساجد لا يجوز فيها البيع والشراء، حتى المعتكف، حتى إذا اضطر المعتكف بياكل بيشرب يطلع من المعتكف، يروح الدكان يشتري، يروح المطعم يشتري ويرجع، لكن لا يشتري ويبيع داخل المسجد، فإن المساجد لم تبنى لذلك.